بسم الله الرحمن الرحيم. هندردش بقى دلوقتي في الهاي افيلابيليتي. تمام؟ يعني ايه هاي افيلابيليتي؟ يعني مش ينفع ان انا احط احتماليه مثلا ان الويب سيرفر بتاعي يقع، ان مثلا الفايل سيرفر بتاعي يقع. تمام؟ كنت قلت لكم قبل كده ان اسوأ سمعه ممكن ياخدها قسم اي تي ان الشبكه تقع ومش تقوم تاني في النطايم. تمام؟ وللدقه بقى، في عندي الاول نوعين من الابلكيشنز. النوع الاولاني اسمه ستيتلس ابلكيشنز، والنوع الثاني ستيتفول ابلكيشنز. تمام؟ ايه الفرق ما بينهم؟ الستيتلس ابلكيشنز معناها الابلكيشنز اللي عاده مش بيحصل فيها تغيير كتير، كل فين وفين لو حصل فيها اصلا تغيير. زي مين؟ زي مثلا الويب سيرفر، هو اصلا الموقع بتاع الشركه كل يوم والتاني بتعدل فيه، ولا التعديل ده اصلا نادر، يعني حتى مش شرط اصلا يبقى فيه تعديل، صح؟ نادر جدا لو حصل فيه تعديل. يبقى معنى كده ان الاي اس اللي احنا لسه واخدينه قبل البريك ده تبع مين؟ ستيتلس ابلكيشن. وده علشان تقوم عليه لاير اوف هاي افيلابيلتي المناسب ليه رول كده او فيتشر اسمها نتورك لود بالانس. اسمه ايه يا شباب؟ نتورك لود بالانس. تمام؟ النوع الثاني من الابلكيشنز اللي هو الستيتفول ابلكيشنز، ده عاده الابلكيشنز اللي بيحصل فيها تغييرات كتير. زي مين على سبيل المثال؟ زي الفايل سيرفر. الفايل سيرفر عاده بيحصل فيه تعديلات كتير، لان اليوزرز اللي باستمرار بيكونكتوا على الفايل سيرفر يبداوا ان هم يكتبوا ده تعديل. تمام؟ وساعتها المناسب ليك هاي افيلابيلتي ان انا اقوم عليه لاير فيتشر كده اسمه فيل اوفر كلاست، وده اللي هناخده المحاضره الجايه باذن الله. تمام؟ فاللي هنركز عليه النهارده هو مين؟ النتورك لود بالانس. نتورك لود بالانس. وعشان كده انا مسميه السيرفرات بتاعتي دلوقتي اساسا ان ال بي 1 وان ال بي 2. تمام؟ ايه الفكره بتاعته؟ انا عندي دلوقتي اتنين نود، النود المقصود بيه السيرفر اللي انا حاطه عليه الويب سيرفيس بتاعتي. تمام؟ الاولاني قلنا اسمه ايه؟ ان ال بي 1، والتاني اسمه ان ال بي 2. تمام؟ والاثنين في نفس النتورك اي دي، انا مديها دلوقتي الشبكه بتاعتي 192.168.0/24. مديها السيرفر ده اي بي دوت 110، ومستيه السيرفر ده اي دي دوت 120. تمام؟ المشكله دلوقتي ان اليوزر لما يجي يكونكت من بعيد على الويب سيرفر، لو جه يدخل على السيرفر ده ووقع، معنى كده ان هو محتاج انه يبقى عارف ان السيرفر ده وقع، وبالتالي يبدا ان هو يكونكت على الثاني. هو ايش عرفه بحاجه زي دي؟ ايش عرفه مين دوت 110 وايش عرفه بدوت 120؟ صح؟ طيب لو السيرفر ده اصلا هو اللي وقع، محتاج ان هو يبقى عارف المعلومه دي ويكونكت على الاولاني. واضحه المشكله اللي انا فيها؟ ريبليكيشن؟ لا، هنا بقى مش ريبليكيشن، هنا انت بتحط هنا الموقع وتحط هنا نفس الموقع بالظبط. بتحط لي هنا موقع يا عمر؟ بيسموه لينك بعض. لا، ما انت حطيت هنا بايدك، حطيت هنا بايدك الموقع وهو هو، انت ببلشته هنا هو هو. لان مش منطقي ان يوزر يجي يكونكت على الموقع ده او السيرفر الاولاني يلاقي موقع، يجي مثلا يوزر تاني يكونكت على الموقع التاني او السيرفر التاني يلاقي موقع تاني. تمام؟ فالفولدر اللي جواه الصفحه اللي الديزاينر صممها لك بتببلشها هنا وبتببلشها هنا، هي هي. ولو حصل تعديل على واحد مش بيسمع على الثاني، مفيش هنا ريبليكيشن اصلا. تمام؟ الفكره بقى ان انت هتعمل ايه؟ قال لك بكل بساطه هتكريت لي حاجه اسمها كلاستر. هتكريت لي حاجه اسمها ايه؟ كلاستر. الكلاستر ده هتدي له اي بي، ده حاجه وهميه، ده اي بي وهمي، دازنت اكزيست. تمام؟ سي مثلا الاي بي هيبقى سي مثلا دوت 150. اليوزر لما يجي يكونكت من بعيد هيكونكت على الاي بي اللي هو 150. في الباك جراوند ال 150 ده هيشاور على واحد منهم. طب لو وقع يبدا يشاور على الثاني. الناس اللي اخذت معايا سيرتكم زي فكره ايه يا عبد الحق؟ بروتوكول الاتش اس ار بي والفي ار ار بي والجي ال بي بي. صح؟ تمام؟ يبقى ثاني الكلاستر ده اللي بيحصل فيه اليوزر بيكونكت على الاي بي بتاع الكلاستر. في الباك جراوند الكلاستر بتبعت الريكوست لمين؟ لسيرفر منه. تقدر تضيف جوه كلاستر اب تو 32 نود، قلنا كل سيرفر من دول بنسميه نود، فتقدر تضيف جوه الكلاستر كام؟ 32 نود. تمام؟ بالنسبه للنتورك لود بالانس في اثنين مود ممكن تشتغل بيه. المود الاولاني ان انت تشتغل اكتف اكتف، المود الثاني ان انت ممكن تشتغل اكتف بس. نمسك واحده واحده.
كونكتد اكتف يعني ايه؟ يعني الاثنين نودز بيخدموا على اليوزرز. تمام؟ باي ديفولت في الاكتف اكتف الكلاستر بتتعامل مع النودز تعامل راوند روبن. قلنا المصطلح بقى قبل كده، راوند روبن معناه سلسله متعاقبه، بمعنى اليوزر لما يجي كونكت على الكلاستر، الكلاستر هتبعت الريكوست لمين؟ للسيرفر الاولاني. اليوزر الثاني تبعت ريكوست للنود الثاني. اليوزر الثالث تروح بعتاه للسيرفر ده، اليوزر الرابع تروح بعتاه للسيرفر ده. بتوزع الحمل بالتساوي. بتوزع الحمل ايه؟ بالتساوي. يبقى الاثنين بيخدموا على اليوزرز والاثنين اساسا توزيع الحمل عليهم بالتساوي. تمام؟ افرض بقى ان في سيرفر فيهم الهاردوير بتاعه اقوى، فانت عايزه يستحمل ريكوستات اكتر، تقدر تديله ويت اعلى، وزن اعلى. يعني ده مثلا يخدم على 3 ارباع اليوزرز، وده يخدم على مين؟ ربع عدد اليوزرز بس. تمام؟ ده اللي هو الاكتف اكتف. في كمان ممكن اتعامل معاه اكتف باسيف. اكتف باسيف يعني ايه؟ يعني تخلي واحد بس هو اللي يشتغل، ولو وقع يبدا الثاني يخدم. يبدا الثاني ايه يا شباب؟ بس الشقه في شغلنا اكتر ايه بقى؟ اكتف اكتف. الشقه في شغلنا ايه؟ اكتف اكتف. لان بعد كده ان شاء الله لما ناخد الفيل اوفر كلاستر هنكتشف برضو بيسبورت الاثنين مود، بس الشائع اكتر اكتف بس. الشائع اكتر ايه؟ اكتف بس. واضحه الفكره لغايه دلوقتي؟ طيب ريكومندد ان انت اصلا على كل سيرفر من السيرفرات دي تضيف له كارتين شبكه. تمام؟ ادي كارت وادي كارت تاني. ليه؟ قال لك الكارت الاولاني عشان عمليه المانجمنت، واليوزرز اصلا بيكونكتوا على السيرفرات عن طريق الكارت ده. تمام؟ الكارت الثاني ايش عرف دلوقتي الكلاستر ان السيرفر ده وقع. لو وقع الكلاستر هتبطل تبعت له ريكوستات. ايش عرف الكلاستر ان السيرفر ده وقع؟ قال لك لان التو سيرفرز اصلا التو نودز بيبعتوا لبعض كل 5 ثواني حاجه كده بنسميها مسج كده اسمها كيب الايف. مسج اسمها ايه؟ كيب الايف. جماعه بتوع سيسكو نقدر نشبهها بالهيلو، ان التو سيرفر بيبعتوا لبعض هيلو كل 5 ثواني. تمام؟ لو ده بطل لاي سبب من الاسباب يبعت الكيب الايف بتاعته الهيلو بتاعته، السيرفر الثاني النود الثاني هيصبر عليه 5 كيب الايف. يعني قد ايه؟ 25 ثانيه. بعد ال 25 ثانيه الكلاستر هيعرف ان ال بي 1 وقع، يبدا يبعت الريكوستات بس لمين؟ لان ال بي 2. يبقى تاني المفترض ان التو نودز اصلا بيبعتوا لبعض قد ايه؟ كل 5 ثواني يبعتوا لبعض مسج اسمها كيب الايف. تمام؟ لو واحد منهم بطل يبعت الكيب الايف الثاني بيصبر عليه 5 كيب الايف، يعني 25 ثانيه، وبعد كده الكلاستر هيبطل يبعت ريكوستات للسيرفر اللي بطل يبعت كيب الايف. تمام؟ ريكومندد مش ماست، ريكومندد ان الكيب الايف يبقى لها ديديكيتد كارت شبكه خاص بيها. ليه؟ افرض ان الكارت بتاع المانجمنت ده اصلا حصل عليه كونجيشن، ترافيك بقى طالع ترافيك داخل حصل عليه كونجيشن، السيرفر مش وقع بس عمال يحاول يبعت الكيب الايف، نتيجه الكونجيشن الكيب الايف اتاخرت قوي لغايه ما وصلت هنا، اتاخرت قوي اكتر من 25 ثانيه، وبالتالي ده هيعتبر ان الاولاني وقع. صح؟ لا، افضل ان يبقى له ايه؟ كارت شبكه مستقل، عشان زي ما اتفقنا لو حصل عندي كونجيشن على الكارت اللي هو بتاع المانجمنت يبقى في عندي سيرفر او اسعى عندي كارت شبكه ديديكيتد مخصص بس لمين؟ للكيب الايف. تمام؟ تقدر تشتغل كده وتقدر تشتغل كده. انا هجيب دلوقتي كارت شبكه واحد واقول لكم اثناء ما احنا شغالين اصلا انا بفضل ايه. تمام؟ فانا عندي ها هو حاجه هي حاجه doesn't exist اعتبرها مش هي رول بالظبط وللدقه فيتشر. تمام؟ طيب تعالوا نعمل الكلام ده بقى. التو سيرفرز دول ممبر من الدومين، وفي حاجه كمان ريكومندد برضو ان السيرفرات دي اساسا تكون ايدنتيكال من بعض، نفس الفيرجن بتاع الويندوز سيرفر، نفس الرامات، يعني ريكومندد على قد ما تقدر ان هم يكونوا ايدنتيكال من بعض. تمام؟ اول حاجه هنضيف الرول بتاعت النتورك لود بالانس. تمام؟ لو دورت في الليسته دي مش هلاقيها، احنا لسه قايلين ان هي تظهر ايه؟ از ا فيتشر. يبقى نيكست واختار هنا نتورك لود بالانس. نيكست انستول. تمام؟ ونيجي على السيرفر الثاني نفس الكلام. تمام؟ المفترض طبعا ان انا هضيف الرول بتاعت ال NLP، وبالمره عشان ده السيرفر لسه اول مره نشغله اهو، هضيف برضه السيرفر بتاعت مين؟ الاي اس، لان اتفقت معاكم اني هحط هنا موقع وهحط هنا نفس الموقع، فلازم برضه اسطب الرول بتاعت الاي اس. نكست ونضيف من هنا الرول بتاعت او الفيتشر بتاع النتورك لود بالانس. نكست
انستول. تمام ده خلص اهو. بعد ما خلص تصيب الرول على الاثنين تمام هاجي على اي واحد منهم اقول له تولز وادخل على الكونسول بتاع نتورك لود بالانسنج مانجر. على فكره كان ممكن ان انا اسطب الرول على سيرفر ثالث ومش اضيفه جوه الكلاستر، هستخدمه بس عشان عمليه المانجمنت بس مش اكتر. تمام. فتاني انا دلوقتي هضيف النود اللي انا واقفه عليها واضيف النود الثانيه الاثنين جوه الكلاستر، لكن كان ممكن ان انا اسطب الكونسول ده على السيرفر اللي اسمه مثلا بي دي سي. اول خطوه خالص بقى محتاجه ان انا اكريت الكلاستر. لو عندك كلاستر اوريدي اكزيست جاست ان انت تقول له ايه كونكت على الكلاستر دي. فانا في حالتي اقول له كريت كلاستر، اول حاجه طالب مني الاي دي بتاع الاي دي بتاعه النودز عشان اكونكت عليه. نضيف كده الاول الاي دي بتاع السيرفر الاولاني اللي هو ان ال بي 2. تمام. لو قلت له كونكت هيقعد هنا في حدود دقيقه كده او دقيقتين لغايه ما يجيب لي اساسا كل كروت الشبكه اللي موجوده عند الطرف الثاني وتسلكت على الكارت اللي انت عايزه. فوقف لغايه ما يجيب لي ايه لسته كروت الشبكه. في حالتي طبعا مش هيجيب لي الا كارت واحد بس. تمام. بعد تقريبا دقيقه هو عمل كونكت. تمام. بص فوق بيقول لي ايه كونكت تو وان هوست ذات از تو بي بارت اوف ذا نيو كلاستر اند سيلكت ذا كلاستر انترفيس. يعني لو كنت انا دلوقتي هناك حاطه كارتين شبكه هتسلكت هنا على واحد فيهم. ايه بقى الواحد اللي انت اخترته ده؟ ده اصلا انت كده بتسلكت على الكارت اللي عن طريقه هنبعت الكيب الايف. ده مش معناه ان الكارت الثاني اتعمل له ديسكونكت مثلا، الاثنين داخلين عندي بس واحد للمانجمنت وواحد عشان يتبعت عليه الكيب الايف تبع الكلاستر. تمام. انا في حالتي زي ما قلت لكم هبعت او خلي المانجمنت والكيب الايف على نفس الكارت. تمام. هسلكت عليه نيكست. هتديني بريورتي قد ايه؟ احنا اتفقنا ان انا ممكن اضيف كام نود جوه الكلاستر؟ اب تو كام؟ 32. تمام. الرقم الاقل يعني معنى كده ان ليه بريورتي اعلى، يعني معنى كده ان الكلاستر هتبدا تدي ريكوستات لمين؟ للي ليه بريورتي اعلى اللي هو في حالتي رقم واحد. انا بكونكت على السيرفر ده دلوقتي اللي ليه بريورتي كام يا شباب؟ واحد. تمام. طيب الريكوست اللي بعديه تديه لمين؟ لده. طب افرض دلوقتي ان انا عايز اشتغل اكتف باسيف، يعني واحد بس اللي يشتغل والتاني يبقى باسيف. يبقى ايوه، يبقى ساعتها الكلاستر هتبعت الريكوستات لمين؟ للي ليه اعلى بريورتي اللي هو الرقم الاقل. واضحه؟ تمام. طيب ده الاي بي اهو. بيقول لي دلوقتي ديفولت ستيت، انت عايزه دلوقتي السيرفر ده يكون حالته ايه؟ ستارتد جوه الكلاستر، يعني معنى كده ان الكلاستر تبعت له ريكوستات، ولا ستوبت ولا سسبندد؟ ستوبت ده معناه ان الكلاستر مش هتبعت له ريكوستات حتى بعد ما اعمل ريستارت للسيرفر ده. حتى بعد ما اعمل ايه؟ ريستارت للسيرفر ده هيفضل حاله الكلاستر عليه او حاله النتورك لود بالانس عليه ستوبت. طب لو انا قلت له سسبندد يبقى انا موقفه دلوقتي، الكلاستر مش هتبعت له ريكوستات، لكن بعد ريستارت الكلاستر هتبعت له ريكوستات. اي يوزر عايز ريكوست يدخل على الموقع يبعت له ريكوستات. تمام. هنا بقى لو انا اخترت سسبندد في عندي اوبشن اسمه ريتين سسبندد ستيت افتر كمبيوتر ريستارت، يعني افضل كده محتفظ بالحاله بتاعه السسبند حتى بعد الريستارت بتاع الكمبيوتر. ليه بقى؟ افرض ان السيرفر اللي قدامي ده بيعمل ابديت من موقع مايكروسوفت او من دبليو سوس سيرفر. تمام. المفترض اصلا ان بعد الابديت بنسبه 90% بيطلب ريستارت. اغلب الابديت بتطلب ريستارت، اغلب الابديت ايه يا شباب؟ بتطلب ريستارت. فلو طلب ريستارت كذا مره بقى عمال يابديت ويريستارت يابديت ويريستارت، ما ممكن يبقى فيه اكتر من ريستارت. يبقى معنى كده ان انا لو اخترته سسبندد وما حطيتش علامه الصح هنا مش هيبقى فيه استابيليتي. كل شويه يجوين على الكلاستر وبعد كده الريستارت اللي بعديه يطلع، يقوم يجين على الكلاستر الريستارت اللي بعديه يطلع. فلو السيرفر بتاعك هيتعمل له اكتر من مره من ريستارت يعني نتيجه الابديت، الصح ان انت تقول له ايه؟ حط علامه الصح هنا انه يفضل محتفظ بالحاله بتاعت السسبند لغايه ما يخلص كل الابديت اللي مطلوب منه. تمام. انا في حالتي اقول له لا خلي السيرفر ده ايه؟ ستارت. نيكست. الاي بي بتاع الكلاستر لو قلت له 8، انا قلت لكم ان انا هفترض ان الاي بي بتاع الكلاستر كام؟ 150 اللي السبنت ماسك بتاعه كذا. انا دلوقتي عامله ديسيبل لاي بي فيرجن 6 وعشان كده الاثنين اوبشن دول ديمد. لو انا كنت سايبه علامه الصح على اي بي فيرجن 6 جوه التي سي بي اوفر اي بي، من حقك برضو ان انت تشغل الكلام ده على مين؟ اي بي فيرجن 6. واضحه؟ تمام. اوكي. تقدر بالمناسبه تضيف اكتر من اي بي للكلاستر. طيب نيكست. ده اي بي كلاستر؟ اه. السبنت ماسك؟ تمام.
فول انترنت نيم زي الهوست نيم اللي لسه شرحينه قبل البريك. لو حبيت ان انت تديله اسم هنعملها دلوقتي بطريقه ثانيه. تمام. بالنسبه للنتورك ادرس ركزوا في الرقم ده اخره 96. تمام. ايه في احوار الماك ده؟ قال لك المفترض اصلا ان كل سيرفر من السيرفرات دي بيبقى له ماك. هفترض ان الماك بتاع ده ماك 1 وماك 2. اليوزر طبعا المفترض انه لما بيكونكت على الاي بي اللي هو دوت 150 لازم كمان يبقى معاه المعلومه بتاعه الماك. مش احنا كنا قلنا في لير 3 بيتحط عندي معلومات السورس اي بي ديستنيشن اي بي، في لير 2 بيتحط معلومات السورس ماك ديستنيشن ماك. فلازم الكلاينت كمان يكون مكيش الماك بتاع الديستنيشن اللي عايز يدخل عليه. فلو كان الكلاستر بتشاور على الماك ده والسيرفر ده وقع، معنى كده ان الكلاينت متكيش عنده ماك وقع، صح؟ هيوصل للسيرفر ده؟ لا، والعكس. عشان كده الكلاستر بيبقى لها فيرتشوال اي بي وبيبقى لها كمان فيرتشوال ماك. بيبقى لها ايه يا شباب؟ زي مثلا هسميه ماك 3. الماك ده بقى في الباك جراوند هو كمان بيشاور على ماك منه. فلو ده وقع الماك ده يبدا ان هو يشاور على الماك التاني. وضحت الفكره؟ عشان ايه؟ عشان بروتوكول الارب. عشان بروتوكول ايه يا شباب؟ الارب، لان بروتوكول الارب هو اللي بيجيب معلومه الماك ويكيشها. مش عايزاه يجيب لي الماك ده ولا الماك ده، انا عايزاه يجيب لي الماك الفيرتشوال. عشان قلنا تاني لو ماك منهم حقيقي وقع معنى كده ان الكلاينت هيبقى مكيش معلومه غلط. تمام؟ طيب هنا بقى عايزه تشتغل يونيكاست ولا مالتي كاست؟ لو انا اخترت يونيكاست ساعتها الكلاستر بتشيل الماك بتاع الكاست ده اللي هو الماك 1 ده وتحط ماك 3، ونفس الكلام تروح شايله الماك ده وتروح حاطه ماك 3. تعمل ريبليسمنت، تشيل الماك وتحط ايه يا شباب؟ الماك بتاع الكلاستر اللي هو الفيرتشوال ماك اللي كان قدامكم اللي اخره 96 ده. تمام. وعشان هنا مش عشان كده هنا بقى مش ريكومندد، هنا ماست. لازم يبقى عندك كارتين شبكه. لازم يبقى عندك ايه؟ كارتين شبكه. ليه كارتين شبكه؟ كارت فيهم للمانجمنت، والكارت الثاني هيبدا زي ما اتفقنا يشيل الماك بتاع الاثنين ويحط الماك ده. تمام. انما انا لو اخترت ماك واحد، اولا هو مش هيقبل ان انا اكمل، بس هفترض ان هو قبل، معنى كده ان الكروت الحقيقيه دي اتشالت الماكات اللي عليها وتحطوا ايه؟ نفس الماك بتاع الكلاستر. هتمانجها من بعيد ازاي بعد كده؟ صح؟ يبقى هنا في حاله اليونيكاست ده لازم ان انت تستخدم ايه؟ كارتين شبكه. فاللي هيحصل ان كارت منهم هيفضل محتفظ بالماك الحقيقي اللي عليه، والكارت الثاني لو جيت تدخل على البروبرتيز بتاعته هتلاقي اصلا الماك بتاعه اتعمل له ريبليس بالماك ده على التو سيرفرز، على التو نودز. تمام؟ لكن لو انت اخترت الاختيار بتاع مالتي كاست هيسيب الماك بتاع كارت الشبكه اللي هو ماك 1. تمام؟ وجنبيه يروح حاطط ماك 3. هو حتى مش هيسيب في البروبرتيز، بس بيبقى حاطط ايه كمان؟ ماك 3. يعني معنى كده ان الكارت الواحد بيلسن على الاثنين ماك، سواء ماك 1 او ماك 3. تمام؟ وساعتها هنا تقدر ان انت تضيف كارت شبكه واحد، مفيش مشكله. تمام؟ عن تجربه لما بعمل الحوار ده بقى يونيكاست تهيساته بتبقى كتير. ستيبل اكتر معايا لما بشغله مالتي كاست في بيئه الفي ام وير، في بيئه الفيرشواليزيشن. تمام؟ كارت منهم ساعات يروح مهيس يلاقي الكلاستر مش بيتبعت له ريكوستات، تهيساتها كتير. فعشان كده بفضل مين؟ ان انت تشتغل مالتي كاست في بيئه الفيرشواليزيشن. تمام؟ الاوبشن اللي بعديه اي جي ام بي مالتي كاست. اخدت بالكم اول ما جيت عملت سيلكت عليه انا ضغطت اوكي بسرعه، معلش كان المفروض نقراها من الاخر كده. ده بروتوكول مسؤول عن المالتي كاست. الاي جي ام بي ده بروتوكول مسؤول عن مين؟ المالتي كاست. الرساله اللي انا قلت له عليها اوكي ده كان بيقول لي بي فيري كيرفول ان كل النتورك ديفايسز اللي في الشبكه بتاعتي لازم تكون بتعمل سبورت للبروتوكول ده، زي السويتشز زي الراوترز. هو نتورك ديفايسز يعني ايه؟ سويتشز وراوترز. تمام؟ فلازم كل النتورك ديفايسز تكون بتعمل سبورت للبروتوكول الاي جي ام بي. وعشان كده احنا مش هنشتغل بيه. انا في حالتي لازم اشتغل مين؟ مالتي كاست، لان ضايفه كارت واحد. تمام؟ نكت. هاجي هنا بقى هقول له ايديت. نعملها واحده واحده بقى، نمسك واحده واحده. اولا انا حطيت كم اي بي على الكلاستر؟ واحد. طب افرض ان كنت حطيت اكتر من اي بي، ممكن تشيل علامه الصح وتحدد البروبرتيز اللي هتعدل هنا على انهي، على مستوى انهي اي بي للكلاستر. انا في حالتي مش فارقه لان كده كده ضايفه اي بي واحد بس. طيب الكلاستر دي دلوقتي هتخدم على بورت كام؟ مش انا ناويه اربطها بالاي اي اس، يبقى على بورت 80. على بورت كام يا شباب؟ 80. طب تي سي بي ولا يو دي بي؟ احنا عارفين طبعا ان اصلا الويب بيلسن على بورت 80 تي سي بي. افضل ان انت تسيبها بوز. ليه بقى؟
اغلب المواقع دلوقتي بيبقى فيها اجزاء دايناميك، والاجزاء الدايناميك بتلسن يو دي بي، بتلسن ايه؟ يبقى افضل ان انت تسيبها بوس. تمام؟ عايزه تشتغلي سنجل هوست يعني اكتف باسيف، وساعتها الريكوستات هتروح لمين؟ للي بريورتي اعلى. تمام؟ ولا عايزه ان انت تشتغلي مالتيبل هوست؟ مالتيبل هوست يعني يشتغل اكتف اكتف، يعني الاثنين يخدموا على الكلاستر. ولا عايزه تعملي ديسيبل ذيس بورت رينج؟ اكيد في حالتي انا مش عايزه اعمل ديسيبل الرينج ده، عايزه الكلاستر تلسن على البورت ده. تمام؟ يبقى انا في حالتي اختار مين؟ مالتيبل هوست. طب بالنسبه للافينيتي، كلمه افينيتي معناها انجذاب. معناها ايه؟ انجذاب. بمعنى ايه؟ المفترض انا شغاله دلوقتي اكتب بس اكتب اكتب بس، صح؟ الريكوست جه للكلاستر، الكلاستر بعتها للاولاني ده، لان ده اللي انا مدياله بريورتي على دلوقتي، صح؟ هيبعتها لده. طب لو السيشن حصل لها تير داون ديسكونكت، السيشن بتاعت اليوزر حصل لها تير داون وبعد كده رجعت، اليوزر عمل ريفرش، النت رجع عنده تاني، عمل ريفرش، وات ايفر، المهم السيشن رجعت عمل لها تاني استابليشمنت. تمام؟ يا ترى الكلاستر هيبعته لنفس السيرفر ولا للنود الثانيه؟ للنود الاولانيه اللي كان داخل عليها ولا للنود الثانيه؟ ده معنى كلمه انجذاب، هينجذب لانهي سيرفر. تمام؟ لو انا قلت له دلوقتي هنا نون، نون ده معناه اني هشتغل للاساس راوند روبن، يعني معنى كده ان اصلا الريكوست هيروح لده في الاول. طب لو السيشن رجع تاني اتعمل لها تير داون ورجع تاني، لا هيروح بعتها لمين؟ لده. مفيش انجذاب لواحد معين. تمام؟ طب لو انا اخترتها سنجل، يبقى المقصود بيها ان لو حصل تير داون للسيشن هيبعتها تاني على نفس النود، هيبعت ريكوست تاني على نفس مين؟ النود. طب لو انا اخترتها نتورك، تعالوا بقى نشوف الاوبشن بتاع نتورك ده عاملينه اصلا ليه. هفترض دلوقتي ان في شركه فيها يوزر عن طريق سويتش عايز يطلع على الانترنت، تمام؟ وبالنسبه لهم عندهم اكتر من فاير وول، شركه كبيره شويه عندهم زي مثلا 2 فاير وول بيطلعوهم انترنت، ده البي سي ده السويتش، وعندي هنا فاير وول 1 وعندي فاير وول 2. تمام؟ وقلنا تاني الاثنين ايه؟ بيطلعوا انترنت. تمام؟ عشان في النهايه عن طريق الانترنت يجي لموقع الشركه بتاعتي انا. طبعا دي الكلاستر اللي واخده اي بي دوت 150، والكلاستر عندي في حالتي واخده او جواها اثنين سيرفر، نود 1 ونود 2. تمام؟ الاي بيهات بتاعت الفاير وولز، هفترض ان الاي بي ده 11001 والاي بي ده 11002. اليوزر اصلا عايز يروح اصلا لمين؟ للموقع بتاعي، فيروح للكلاستر. هفترض دلوقتي ان هو جاي لي طلع عن طريق الفاير وول الاولاني ده، تمام كده؟ فالكلاستر بعتته للنود ده مثلا. تمام؟ دي بعد كده حصل تير داون للسيشن بتاعت اليوزر من هنا، السيشن اتعمل لها ديسكونكت ورجعت تاني ريسيوم للسيشن. مش شرط ان اليوزر على فكره يطلع من نفس الفاير وول، ممكن قوي قوي يطلع من الفاير وول التاني. فلو طلع من الفاير وول التاني الكلاستر بتاعتي حاسه ان دي سيشن جديده، لان جايه لها من اي بي مختلف. جايه لها من ايه؟ من اي بي مختلف. لو انا بقى قلت له بص على النتورك مش تبص على السنجل اي بي، النتورك معناه ان اساسا الكلاستر هتبص على اول 3 اوكتت، هتبص على مين؟ اول 3 اوكتت. طيب مش ده هو ده؟ يبقى حاسس ان الاثنين نفس السيشن، يبقى سواء اليوزر جاله من هنا او جاله من هنا هو بيبص على مين؟ اول 3 اوكتت. يبقى لو جاله المره دي من تحت برضه هيبعتوا لنفس النود، هيبعتوا لايه؟ نفس النود. وضحت الفكره؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ للافينتي. طبعا في حاله السنجل وفي حاله النتورك بيقول لي تايم اوت ان مينتس، يعني ايه؟ يعني الكلاستر لو السيشن اتعمل لها تير داون هتصبر على السيشن دي عشان ترجع يتعمل لها استابلشمنت قد ايه؟ التايم اوت بتاعها قد ايه؟ انا في حالتي اختار نم، تمام؟ اوكي. بالمناسبه لو انا دلوقتي قلت له افرض ان السيرفر بتاعي بيلسن على اكتر من اي بي 80443، قول له ايديت، والمره دي هي برضو ايه؟ سوري اسف مش ايديت، اد ونفس الاوبشنز بس المره دي ايه؟ 443 مالتيبل هوست نم. اوكي. يبقى انا كده خليته يلسن على ايه؟ اكتر من بورت. وضحت؟ واقول له فينش.
لو وقفت هنا بقى على الكلاستر بتاعتي اللي الاي بي بتاعها 150 اوعى يعني تكمل شغلك الا لما تتاكد خالص ان خلص الكونفيجريشن بتاعته. بص ظهر عندي هنا ايه بيندنج، تتقل عليها خالص لغايه ما تظهر كونفرجنت. تمام، بيطول قد ايه؟ والله لما بكون بضيف سيرفر تاني عاده بيفضل مثلا معايا دقيقتين ثلاثه خمس دقائق بالكثير. تمام، عاده لما بعمل الكلام ده وبضيف السيرفر اللي انا واقف عليه ما بيكملش دقيقه وتظهر كونفرجنت، فهنتقل عليه خالص اوقف الفيديو لغايه ما تظهر كونفرجنت، وبعد كده ابدا اضيف النود الثانيه. لو حاولت تضيف النود الثانيه دلوقتي هيدي ايرور. اتفقنا؟ بعد ما خلص تعالى بعد كده كليك يمين على الكلاستر بتاعتك وقول له ايه اد هوست تو ا كلاستر. المره دي هضيف السيرفر اللي انا واقف عليه اللي هو الاي بي بتاعه 110 وكونكت، عشان انا اصلا ضفت عملت كونكت للسيرفر اللي انا واقف عليه فانجز ظهر معايا قدام على طول. طبعا قلنا تاني لو في هنا كارتين شبكه بتسلكت على الكارت فيه الا عن طريقه هتبعت الكيب الايف وتستلم الكيب الايف. تمام، نيكست. طيب البريورتي اخدتوا بالكم ان نروح كل واحد خلاص وكل سيرفر بيبقى له بريورتي. تمام، ده الاي بي اللي انا واقف عليه، الحاله بتين السسبند ستيت ولا لا، نيكست نفس الكلام اهو لان بضيفه جوه نفس الكلاستر. لو حاولت اعمل ايديت واخدين بالكم ان كل الاوبشنز بتاعتي ديمت ما عدا الاوبشن بتاع مين ايكوال. ليه بقى؟ انا دلوقتي شغاله اكتف اكتف صح؟ لو انا شغاله اكتف اكتف قلنا الديفولت ان هو بيتعامل نظام راوند روبن سلسله متعاقبه، الريكوست الاولاني لده الريكوست الثاني لده. لكن افرض السيرفر اللي انا واقف عليه ليه هاردوير اقوى، فممكن تشيل علامه الصح دي ايكوال وتدي للراجل ده ويت اعلى يستقبل ريكوستات اكتر من الكلاستر. واضحه؟ طيب نسيبها زي ما هي كونفرجنت، نسبه برضو لغايه ما تظهر لي ايه كونفرجنت، ما كملش حتى دقيقه اهو وظهر معايا كونفرجنت. تمام، تعالوا بقى ندخل على الويب سيرفر بتاعي. لازم هنا بقى اعمل ايديت للبايندنج. ليه؟ المفترض ان كارت الشبكه اللي انا ضفته ده الكارت اللي عندي لو دخلت على البروبرتيز بتاعته دخلت على تي سي يور اي بي بالمناسبه صحيح نظرا لان انا سطبت النتورك لود بالانس، سطب لي هنا ايه؟ ظهر لي هنا ايه؟ نتورك لود بالانسنج. ولو جيت ادخل على البروبرتيز بتاعت الاي بي تحت ادفانسد هلاقي اي بي كمان اللي هو 150، ولو جيت ابص على كروت الشبكه على اسفل على الماك ديتيل هلاقي ان الماك بتاعه زي ما هو مش اتعدل، بس تبقى عارف ان هو بيلسن على الاثنين ماك. ولو رحت على السيرفر الثاني كده نفس الكلام بالظبط هلاقي كارت الشبكه ظهر عليه اي بي 150 ومحتفظ بالماك بتاعه. حتى ظهر مالتيبل اي بي صح اهو. تمام، وبالنسبه للماك دبل كليك ديتيلز ادي الماك اللي هو بتاعه فعلا مش الماك بتاع الكلاستر اللي كان اخره 96. ولو دخلت على تولز ودخلت على نتورك لود بالانسنج مانجر احنا فاتحينه مره ولا ايه؟ تقريبا مفتوحه قبل كده. تمام، ظهر معايا الاثنين ايه؟ كونفرجنت. وضحت؟ طيب الايرور ده عشان كنت تقريبا فاتحه كونسول مع المود مينيمايز تحت في البور. تمام، طيب نكمل. لما تيجي بقى هنا تظبط الاي اي اس سيرفر بتاعك تخلي الموقع يلسن على الاي بي اللي هو ايوه اللي هو كام؟ 150 مش الاي بي 110 صح؟ هنا وهنا. تعالوا برضو هنا كده نعمل موقع بسرعه كده، هدخل تحت الاي اي اس ديفولت ويب سايت ده انا مش عايزاه ريموف. تعالوا نعمل موقع كده على السريع تحت انت باب تحت دب روت هدلت دول ديليت واجي هنا بس كده اخد الموقع كوبي بدل ما اضطر ان انا اعمله تاني تحت انت باب ادي الموقع بتاعي اهو كوبي احطه هنا. الصح طبعا ان الموقع ده يكون نسخه طبق الاصل من الاثنين، ما انا قلت لكم تاني مش منطقي ان يوزر يجي يدخل على الكلاستر الكلاستر تبعته هنا يشوف موقع يجي يدخل هنا يلاقي موقع مختلف صح. انا في حالتي بقى هعدل بس عشان اصلا يعني هاجي هنا اقول له edit open with notepad. تمام، هناك انا كنت مسميه هيلو وورلد 1 هنا هسميه هيلو وورلد 2
عشان بس لما نيجي نتست دلوقتي ابقى عارفه انا داخله على ان ال بي 1 ولا ان ال بي 2 عشان التست بيربز بس. لكن في الواقع الاثنين الصح ان هما يكونوا اخدت بالك يا عمر؟ هنا مفيش ريبليكيشن، هنا بس الفكره ان انا معتمد على ان الداتا دي مش بيحصل لها تعديل. واضحك؟ طيب نضيف بقى الموقع ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كليك يمين اد ويب سايت هسميه ويب مثلا، الفيزيكال باث تحت ان الباب تحت دب 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 روت، هتست على ايه او هلسه على ايه بي كام؟ 150. تمام. طيب 150 ده اسمه ايه الصح بقى؟ ان انت تيجي على الدي ان اس سيرفر تحت تولز تحت دي ان اس تحت تي شوت، تمام، نيو هوست ريكورد، اسميه مثلا دب دب دب، بشاره الاي بي كام؟ 150 ده اللي هو مين؟ اي بي الكلاس اللي مره هتبعته لده ومره هتبعته لده. تمام. نتست بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل كده على اكسبلورر اتش تي تي بي دب 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 دوت تي شوت دوت كوم. احنا معددين الاسم. طيب بصوا كده الموقع هنا واضح ان انا كنت اخدت كوبي وبست على طول دايركت، فالاسم بتاعه web.html. احنا اتفقنا اسميه index بدل ما اضطر ان انا اعدل في الكونسول بتاعي في الكونسول بتاع الاي اس. تمام. بس عموما انا كده متاكده ان هو دخلني على ان ال بي 2. ليه؟ لان ليه اعلى بريورتي، مش انا جيت على ان ال بي 2 اديت له بريورتي بواحد، صح؟ طيب بصوا كده، لو جيت هنا قلت له هنا فين 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 انترنت اوبشنز ودلت عندي قلت له افرش، دخلني على مين؟ راوند روبن ولا لا؟ صح؟ في اي اسئله في الجزء ده؟ طيب لو واحد منهم وقع هيدخلني على التاني. تمام. طب افرض ان انت عايز تضيف نود او تدلت اسا نود بايدك من جوه الكلاستر، زي مثلا عايز ادلت ان ال بي 2، كليك يمين وتقول له ديليت هوست. تمام. طيب لو انا دخلت دلوقتي على هوست بروبرتيز، تمام، هنا بقى التعديلات اللي احنا شفناها والكلاستر اي بي والكلام ده كله. تمام. ولو دخلت تحت بورت رولز، لو جيت مثلا على بورت 80 ده ايديت، واخدين بالكم ان انا مش من حقي ان انا ايديت، الحاجه الوحيده اللي من حقي ان انا اعدلها هي مين بالظبط؟ تمام. افرض ان انا عايز اعدل، تعال على مستوى الكلاستر ذات نفسه، كليك يمين قول له كلاستر بروبرتيز ودخل عليه كده مثلا ايديت، ها يبقى لو حبيت تعدل تدخل على البروبرتيز على مستوى مين؟ الكلاستر ذات نفسها مش على مستوى النود. تمام. طيب افرض بقى دلوقتي ان النود زي ده انت عايز زي ما اتفقنا تشيلها، قلنا ديليت هوست. طب لو عايز ان انت توقفها كنترول هوست، الاوبشن دي واضحه، ستارت ستوب سسبند ريسيوم، متهيألي الاربعه دول واضحين. ايه بقى الفرق ما بين ستوب ودرين ستوب؟ ستوب ده معناه ان لو في اي ريكوستات دلوقتي اكتف راحه لان البي 2 حرفيا هتقف، الكلاستر هيعملها تير داون هتقف. تمام. لكن درين ستوب معناه ان لو في اكتف سيشن الكلاستر هيصبر عليه لغايه ما السيشن دي اليوزر خلاص خلص تصفح الموقع وكل حاجه، لكن مش هيديله ريكوستات ازيد، مش هيديله ايه؟ ريكوستات ازيد. واضح كده؟ طيب الكلام اللي انا بعمله ده ممكن يتعمل بطرق ثانيه. ايه هي؟ طريقه مش ريكومندد نهائي، ان انت كنت ممكن تيجي على مستوى الدي ان اس، تمام، هفترض ان ان ال بي 1 وان ال بي 2 دول عباره عن ويب سيرفر، اثنين ويب سيرفر، وانا مش حاطه عليهم اصلا السيرفر بتاعت النتورك لود بالانس، مش مشغله اصلا النتورك لود بالانس. تمام. فانت ممكن اصلا على مستوى الدي ان اس، على مستوى اسم الجهاز بروبرتيز، لو دخلت هنا على ادفانسد، فاكرين الاوبشن ده انيبل راوند روبن ده الديفولت بتاع الدي ان اس، وتكريت هنا اصلا اثنين ريكورد للاثنين سيرفر دول، تكريت ايه؟ اثنين ريكورد للاثنين سيرفر دول. تمام. فالمفترض اصلا ان اليوزر لما يجي يروح للدي ان اس، الدي ان اس هيخليه يشاور على مين؟ واحد منهم. تمام. التاني يخليه يشاور على التاني. بس مشكلتي في حاجه، ان لو واحد منهم وقع لازال الدي ان اس بيبعت ريكوستات لليوزرز، ما عندوش القدره، الدي ان اس ما عندوش القدره انه يديتكت ان السيرفر ده وقع ولا لا. تمام.
عشان كده قلت لكم دي طريقة مش ريكومند ليها. الطريقة الافضل كمان اللي انا عملته بقى ان انت ممكن تشتري اصلا جهاز ابليانس. لما قلت كلمة ابليانس يعني المقصود بيه جهاز هاردوير زي السويتش كده مثلا وراح فين تمام اي زي جهاز هاردوير تمام. اشهر شركة اصلا في الحتة بتاعت النتورك لود بالانس دي شركة اسمها اس 5 يعني يعتبر من اقوى الشركات على مستوى العالم اللي بتصنع نتورك لود بالانسر تمام. لان عندي مشكلة دلوقتي في النتورك لود بالانس اللي تبع مايكروسوفت اللي هي اللي تبع مايكروسوفت عنده القدرة ان هو يديتكت مشاكل الهاردوير. بمعنى لو السيرفر ذات نفسه وقع ماشي اوكي يبقى معنى كده ان الكلاستر هتبطل تبعت له ريكوستات تمام. لكن افرض ان السيرفيس اللي انا ضيفاها على النتورك لود بالانس هي اللي حصل فيها مشكله الاي اي اس مش انا ربطت النتورك لود بالانس دلوقتي بالاي اي اس. لو الاي اي اس ذات نفسها هي اللي وقعت حصل لها اي كوربت مش ما عندوش القدره ان يديتكت الابلكيشن لاير وبالتالي هيفضل برضه يبعت ريكوستات لان ال في 2 رغم ان الويب سيرفيس عليه لان هو كهاردوير قايم وعمال يبعت خلاص يبقى لايف وضحت كده؟ طيب اخر حاجه بس عشان نتاكد المفترض تاني او ان انا داخله على مين؟ على الاولاني تمام؟ تعالوا بقى نيجي كده على الاولاني هعمل له شوت داون استيميليت يعني ان هو وقع تمام؟ بص لو جيت فتحت هنا النتورك لود بالانس بتاع السيرفر التاني نتورك لود بالانس مانجر وماله ده تمام؟ هلاقي اري مين؟ التاني بس. ولو جيت هنا اديت له ريفرش لسه مكيش يا اما تصبر عليه شويه يا اما اعمل ايه؟ ادلت الكاش. بص دخل على مين؟ بالظبط. حد وقع مني كده في حاجه؟ اي اسئله؟ تمام.